الفيديو ده هناخد فيه طريقة سيت اب الجهاز عن طريق الريسكشن، تمام، في السيستم الخفيف اللي بره السهل اللي الناس كلها بتتعامل بيه في المعاملات ايه الخفيفة. طيب خش على مينيو، خش على ريسكشن. هنا بيقول لك انت عايز تربط ان اي زد ولا اليفيجن. اليفيجن انت بتربط ليفل بس، يعني مالوش دعوه بالاكس والواي، مالوش دعوه بكوردينيتك انت واقف فين، هو اللي يعرفه فرق منسوب. ان اي زد اليفيجن يعني فرق منسوب، نقطه من نقطه، من مكانك من نقطه ثانيه. الان اي زد يعني النورث ويست واليفيجن، تمام. هنخش على ان اي زد. تمام، انا عامل عندي في المكتب هنا نقطتين لوكال، جايب منهم احداث افتراضي عشان اربط بيه. طبعا الاحداثي ده مش هيبقى دقيق قوي، هتلاقي فيه فروقات بسيطه طبعا بين النقطتين، مش هيربطوا مع بعض زيرو، بس دي حاجه ايه تعليميه كده، وبعد كده ان شاء الله نعمل فيديوهات في الموقع. النقطه الاولانيه ادي مدخل احداثي بتاعها 1000 و2000. النقطه الثانيه ادي الاحداثي بتاعها، تمام، وهوريك ازاي بعد كده تقدر تفترض، اشرحه لك بالتفصيل، تقدر تفترض نقطتين ازاي لو انت ما عندكش اي ريفرنس ليك تشتغل منه وعايز تلحق نفسك في اي حاجه سريعه. طيب هو دلوقتي بيقول لي دخل النقطه الاولى، دخل النقطه الثانيه، انا دخلت النقطتين، لو عايز ادخل نقطه ثالثه هقول له نيكست. انا دخلت نقطتين ومكتفي كده، هقول له اوكي. حاجه سريعه، لازم تاخد بالك انت نظام الرصد بتاعك ايه، او انت بترصد بيه. انا في المكتب هنا عندي نقطتين اعملهم على الحيط، فانا شغال ليزر، ركز كده في دي، ده ليزر. لو انا شغال بالميني او بالبار هتك عليه، ان الشاشه عندي تاتش هنا، تمام، اهو كده شغال البريزما او الميني عادي، تمام، تك عليه تكتين كمان هيجيب لك ايه الليزر. شايف النقطه الحمراء دي؟ النقطه الحمراء دي معناها ان الليزر عندك شغال، لو دوست عليها كده الليزر بتاعك اتطفى كده شغال، بس الليزر شغال، انا مشغله بس كدلاله ليه، عشان انا بدل ما اوجه بالشعر انا شايف البوتتين قدامي وهوجه عليهم بالليزر على طول. او انت تقدر تغير الرز بتاعك، عايز تشتغل ليزر او تشتغل ميني، برضو من الزرار ده بيغير، تمام. انا هبدا اوجه على النقطه الاولانيه دلوقتي، اتحكم طبعا بمسامير الربط كويس، قافل هنا وقافل هنا، وجه بالراحه، وهقول له ايه ميجر، واقول له بعد كده ستوب. طيب هتيجي تقول لي هو التوتال ليه ما وقفش لوحده، يعني لما رصد ليه ما قاليش، ما طلعليش الرساله دي على طول، ليه انا قلت له ستوب؟ لان انا عامل نظام الرصد بتاعي هنا رابيد. رابيد يعني ايه؟ يعني هو بياخد كذا رصده كذا رصده عشان يطلع لك منهم متوسطات، وانت بتوقفه في الوقت اللي انت عايزه. لكن النظام الفاين اس اللي احنا بنشتغل بيه العادي بياخد رصده رصدتين بسرعه، وبعد كده يجي يقول لك ايه تمام، وبيطلع لك نتيجه او الريزلت بتاع ايه الرصد بتاعه. طب الشاشه دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا السلوب ديستانس ما بين التوتال وما بين النقطه اللي هو رصدها 2 متر 71 سم و6 مللي، والزاويه اللي ما بينه، ان الزاويه ما بينه، والاتش ار عندك هنا اختصار لهايت ريفليكتور. هايت ريفليكتور، ريفليكتور اللي هو المينيا او البار بتاعك ارتفاعه ايه. طبعا انا شغال ليزر فاكيد الهايت ريفليكتور بتاعي هيفضل زيرو زي ما هو، وبرده مش مهم قوي لو انا عايز اكس واي بس مش عايز زد. انا لو معظم الشغل اللي احنا بنشتغله بيبقى من غير زد، الزد انت هتحتاجه في الشبكيات فقط او في شغل معين، على كل على حسب كل شغل انت هتشتغله، تمام. فانا هخليه ايه زيرو زي ما هو، اقول له يس، تمام. هنا بيقول لي نون بي تي اي دي، يعني النقطة المعلومة التانية او الاي دي بتاع النقطة المعلومة التانية. انا ببدأ اوجه النقطة رقم 2، طيب النقطة رقم 2 ادي الليزر بتاعها على الحيطة، مش عارف هتشوفوها ولا مش هتشوفوها، مش هينفع اعمل زوم، ماشي. هقول له برضه ميجر، وبعد كده اقول له ستوب. نفس الشاشه اللي فاتت بتقول لي ان السلوب ديستنس او المسافه المايله 2 متر 56 بين التوتال والنقطه رقم 2، والزاويه قد كذا، والهايت ريفليكتور بتاعك قد كذا. هقول له ايه بقى؟ انا الشاشه الاولانيه كان بيطلع لي يس ونو، هنا بيطلع لي يس ونو وكالك. ده معنى ايه؟ يس ونو، لو قلت له نو يبقى انا مش قابل الرصده دي، لو قلت له يس يبقى في ايرور
طالع كده كده انت بيبقى عندك خطأ الربط مللي 2 مللي سنتي على حسب انت دقتك وعلى حسب طريقة الشغل بتاعك. لو قلت له يس انا هقبل بخطأ الربط ده، لو قلت له كالك يبقى هو هيعيد توزيع الخطأ الناتج من النقطتين على الاستيشن اللي انت واقف عليها ويربط من جديد، تمام؟ بس في الغالب احنا هنقول له يس. تمام، هنا دي الريزلت بتاعتك. الريزلت بتاعتك دي لما بيقول لك ان الاوكيبي ايست اللي انت واقف عليها، يعني النقطه المحتله اللي انت واقف عليها، الايست بتاعها كذا والنورث بتاعها كذا والاليفيجن بتاعها كذا. واحد هيقول لي الاليفيجن ليه سالب 2، اقول لك انا برضو مهمل فكره الاليفيجن دلوقتي. تمام، بيقول لك ان الايست بتاعك الديفيشن بتاعه او فرق، الفرق المفروض يطلع دلوقتي في خطا عندك في الايست 8 جزء من ملي. تمام، النورث عندك 6 ملي وشويه، الاليفيجن بتاعك فيه سنتي و4 مللي. تمام، انا لو انا الايرور ده برضو مش قابله هقول له ري اوبزرفيشن، ري او بي اس يعني ري اوبزرفيشن، بس انا هقول له اوكي. تمام، بيقول لك انا هربط على المود اتش اي زد، اقول له يس. كده التوتال بتاعي ايه؟ ربط. عايز اتاكد من الربط بتاعي فبروح جاي داخل على كورد لاختصار لرفع، هي مش رفع بس هو في توتال دي اسمها كورد. كورد يعني احداثيات، يعني التوتال بيطلع لك احداثيات. في تواتل تانية هتلاقي بيقول لك توبوجرافي، النظام ده النظام التاني الماجنت فيلد هتلاقي فيه توبوجرافي او جوه قائمه سيرفي. تمام، هبدا ارفع من نفس وقفتي ونفس الربط بتاعي، هرفع النقطه رقم 2 اللي انا ايه اخر نقطه انا رابط عليها، وهقارن احداثياتها بالاحداثيات معايا اللي انا مدخلها، وهشوف الفرق هيطلع لك في حدود اللي هو طلعه لك ال 8 جزء من الملي وال 6 ملي اللي كانوا طالعين. غالبا انت كده ربط. طيب التوتال دلوقتي عمل ايه؟ التوتال في نظام الريسكشن اخد رصدة من مكانه للنقطة رقم 1 نتج عنها مسافة مايلة، تمام، وفي احداثيات معلومة على النقطة رقم 1، واخد مسافة من مكانه للنقطة رقم 2، تمام، في احداثيات للنقطه رقم 2، تمام، ومسافه مايله معلومه ما بينهم هما الاثنين، وفي زاويه رصد ما بين النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2. تمام، الزاويه دي تسمى بمتانه الزاويه. متانه الزاويه يعني ايه؟ يعني قوه الزاويه. قوه الزاويه او متانه الزاويه دي بتبقى ما بين 60 ل 120 درجه، اقل من كده ما ينفعش واكتر من 120 درجه ما ينفعش، عشان الزاويه هتبقى الدقه بتاعتك رايحه في 60 داهيه، يا اما مش هيرضى ان هو يقبل. طب هو التوتال دلوقتي عمل معاك ايه؟ التوتال رسم دايره ما بينه، رسم دايره بالمسافه اللي ما بينه وما بين نقطه رقم 1، تمام، نص قطرها المسافه المايله ما بينه وما بين النقطه رقم 1، تمام، وهو عنده الاحداثيات بتاعه النقطه رقم 1، فحط السنتر بتاع الدايره على النقطه رقم 1 بنصف القطر المسافه المايله اللي ما بينه وما بين النقطه رقم 1. وعمل نفس القصه، رسم دايره سنترها النقطه رقم 2 نصف قطرها المسافه المايله ما بينه وما بين النقطه رقم 2. تمام، تقاطع الدايره دي مع الدايره دي نتج عنه ايه؟ مكان التوتال ستيشن او الاوكيوبي بوينت اللي انت واقف عليها، النقطه المحتله. هشرح لك الكلام ده بالتفصيل على ورقه وقلم او هعمله لك على السيفل وبشرحه لك لان ايه لو تاهت منه. تمام، هو كان طلع لك النقطه بتاعتك في الريزلت اللي طلع من الريسكشن. طيب دلوقتي لو انا ما لحقتش اكتب النقطه بتاعتي وانا احتجت النقطه اللي انا واقف عليها تاني بدل ما اعمل ريسكشن، المساعد اللي معايا تعب، مش هينفع ان انا اروح اعمل ريسكشن على النقطه التانيه وانا شايف نقطه واحده بس، فانا هرجع ورا واخش على اوكيو بي سيت اب كاني هربط ستيشن وباك سايد عادي، هتلاقي النقطه اللي انت واقف عليها في الاوكيو بي سيت اب موجوده قدامك، هي دي النقطه اللي انت واقف عليها دلوقتي، دي النقطه اللي هو مستنتجها. تمام، هقفل الفيديو ده على كده وعامل لك فيديو تاني ازاي تربط ستيشن باك سايد، طبعا هيبقى اسهل من الكلام ده كله.